قبل ما اخش في اي تفاصيل، ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره واتاخر 5 دقائق أو 7 دقائق يعني، فاحنا لما وصل بيعتذر قلت له، قلنا له حضرتك ما تعتذرش تيجي في الوقت اللي يناسبك. حبيت ما اديش مش مهم برده عادي، انت براحت راحتك. خليني ابدا كده مع حضراتكم بس واديكم نبذه كمان. يعني احنا دايما بنكون حريصين في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نعرض نماذج محترمه جدا وابطال موجودين في مصر كلنا بنفتخر بيهم. هو بطل من ابطال كمال الاجسام وواحد من ضمن افضل هنا شخصيه رياضيه في العالم، ده عام 2020 حصل على 3 بطولات عالم، هي بطوله العالم في الهند دي كانت 2011، والاكوادور كانت 2012، والبرازيل كانت 2014. خلينا نرحب بكابتن اشرف فوله، او زي ما بيطلق عليه يعني كابتن اشرف فوله. صباح الفل. هنعرف برضو اصل الاسم. سعداء بوجود حضرتك معانا، اهلا بيك منورنا. عايز في البدايه اكون صريح وامين معاك، يعني انت محتاج الفتره اللي جايه تدعم بطولاتك، لان انا بقالي حوالي اسبوعين بروح الجيم بانتظام، فتوقع في غضون 10 12 سنه هتلاقي منافسه ما كانتش حاصله معاك قبل كده. لا انا جاهز. نتكلم في نقله نوعيه في مشوارك الرياضي. سعداء لوجودك معانا، اهلا بيك. والله انا اسعد. والله الله يكرمك.